مدينة بمذاق الصبر والسكينة، هكذا تغنى الشاعر الكونغولي تشيكايا أوتامسي بأصيلة المغربية. يقصد الزائر هذه المدينة المطلة على المحيط الأطلسي شمالي البلاد مرة، ثم يصبح من روادها الدائمين إن سمحت الظروف بذلك. أكبر عناصر الجاذبية فيها موسمها الثقافي الذي بدأت أولى دوراته عام 1978. تشهد أصيلة كل صيف اكتضاضاً بالسائحين وعشاق الفن، إلا أن صيف 2020 مختلف عن غيره، فوباء كورونا ألقى بتداعياته أيضاً على الحياة الثقافية. لكن ذلك لم يمنع مؤسسة منتدى أصيلة من تنظيم تظاهرة فنية مع استمرار تأجيل موسمها في دورته 42، تظاهرة تدعو للتعافي عبر الفن من الآثار النفسية التي يخلفها الوباء. أن أصيلة مدينة الفنون، الصغار والكبار كيعرفوا الفن وكيعرفوا يرسموا وكيحاولوا يرسموا، وكان الموضوع ديالنا هو كورونا، لأنه ما بقاو هذه 3 شهور وما في الحجر الصحي. كعادتهم حضر الفنانون التشكيليون إلى أصيلة وحولوا جدرانها إلى مرسم، وهذه الأنامل الفتية تعرف طريقها مبكراً إلى الفن، إذ يمنحها موسم أصيلة فرصة التعبير عن نفسها وتقاسم التجربة مع فنانين بارزين. على بعد آلاف الكيلومترات أطلق فنانون بحرينيون مبادرة افتراضية داعمة لجهود أصيلة الثقافية برسم جدارية مشتركة. أصيلة هي مدينة صغيرة لكن كل الأشياء اللي فيها كبيرة، دائما أصيلة تطلع الأشياء الأجمل الأحسن إلى العالم. أصيلة لم تعد تحتفظ بألق موسمها لسكانها وزوارها فحسب، بل أضحت ألوان جدارياتها تتخطى محدودية الملموس إلى إطلاقية الافتراضية، لتوصل للعالم رسالة تقول إن ما يفسده الوباء قد يصلحه الفن.